انا بالنسبه لي انا المقابله جات في واحد الظروف لا تخدم لا فريق وفاق سطيف ولا فريق يعني الدفاع الحسجدي، لان لا يعقل ان الفريق يلعب شامبيونز ليغ ويبدا مقابله رسميه من بعد واحد فتره راحه ديال شهرين. انا كنت افضل ان نجري مقابلات ديال الدوري، ناخذ الايقاع الدوري، ناخذ ايقاع المقابلات، ومن بعد نجريو مقابله ديال الشامبيونز ليغ. ولكن الظروف يعني ديال البرمجه الافريقيه لازم ان تراجع هاد البرمجه، لان لا تخدم كره القدم الافريقيه. اللاعب اللي تنعرفو دابا هو اللاعب اللي جا مؤخرا، اللاعب جابو اللي كان محترف في السعوديه. اما حنا ما تهمناش اللاعب، حنا تهمنا السيستم ديال الفريق. حنا تنشوفو السيستم، اللاعبين 11 كونتر 11 ما يكونش فرق كبير. حنا 11 لاعب و 11 لاعب، ان شاء الله غنحاولوا اننا نتقاتلوا معاهم. حنا لاعبين في ما تنحسوش لاعبين خارج من تيراننا، تزير بلدنا الثاني، لاعبين في تيراننا. حنا ولفنا ان نلعبوا في تزير، لعبنا المباراه الاولى، ان شاء الله غندافعوا على الحضور. حنا جينا باش نربحوا، ما جيناش باش نرجعوا بشي نتيجه اخرى، حيت اي نتيجه ما تخدمش لصالحنا. حنا جينا باش نلعبوا على 3 بوان ان شاء الله. من جهته اعتبره رشيد الطوسي مدرب فريق وفاق سطيف الجزائري ان لا مجال للخطا لفريقه الذي يلعب اخر اوراقه في مباراه الثلاثاء امام الفريق الجديد. احنا الاستعدادات بدات منذ 3 من شهر يونيو، وحنا في الاسبوع السادس، وكهدف بالنسبه لنا الا هو هذه المباراه، يعني في التوقيت ديالها اللي جات في 17 من شهر يوليوز، واللي اظن بانه الاستعدادات كانت جيده، بحيث بانه اعتمدنا على تحسين وتطوير اللياقه البدنيه، علما بانه اللاعبين جايين من عطله. تسمى ما عنديش يعني فكره كبيره يعني على الفريق هذا. نظن باللي المدرب هو اللي يعرف يعني الفريق، يعرف البطوله المغربيه جيدا. احنا ان شاء الله راح تكون معاه يعني رينيو قبل الماتش، هو اللي راح يفسر لنا ويعطينا الحلول اللازمه باش نفوزوا على الفريق ان شاء الله.